نروح لأسطورتنا، أسطورة الأهلوية، فخر الأهلوية وعشق الكيان. والنهاردة يمكن هنتكلم عن نجم كبير، النجم أحمد مكاوي. أحمد مكاوي صاحب أول هدف للأهلي في بطولة الدوري الممتاز، البطولة المفضلة لينا. نجم طبعا يعني من النجوم اللي تألقوا وساهموا في تحقيق إنجازات رائعة جدا للنادي الأهلي. احنا كمان يعني يمكن هو صاحب أول هدف في شباك الغريم التقليدي الزمالك. هنروح نشوف تقرير أسطورة الأهلوية، وبعد التقرير نستقبل أول فقرة. تفضل. تمر السنون وتتوالى الأجيال، ولا ينسى التاريخ الأسطورة الراحل أحمد مكاوي، صاحب أول هدف للمارد الأحمر في بطولة الدوري الممتاز، وصاحب أول لدغة في شباك الغريم التقليدي الزمالك. ولد أحمد مكاوي في محافظة الشرقية، وتحديدا في مدينة الزقازيق، وانتقل مع أسرته للقاهرة، واستهوته كرة القدم، ليلتقطه الخبير الأهلاوي السابق وصائد اللاعبين عبد البقال، ويضمه للقلعة الحمراء ليصبح أحد أهم لاعبي الكرة المصرية في حقبتي الأربعينيات والخمسينيات، ويحقق الإنجازات اللافتة مع الأهلي والمنتخب الوطني. أحمد مكاوي هو أول لاعب في تاريخ النادي الأهلي يسجل هدفاً في مرمى الزمالك في أول مباراة قمة للكرة المصرية، وذلك في أول بطولة دوري مصري عام 1948، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، ليسجل أحمد مكاوي اسمه بحروف من ذهب في تاريخ لقاءات القمة. كما كان مكاوي صاحب أول هدف للأهلي بشكل عام في بطولته المفضلة الدوري، بعد أن سجل في مرمى فريق يونان السكندري في المباراة التي انتهت لصالح المارد الأحمر بخمسة أهداف نظيفة، وسجل أحمد مكاوي في هذه المباراة هدفين. وعلى مدار مشواره مع النادي الأهلي والذي استمر 6 سنوات فقط، حقق أحمد مكاوي 10 بطولات بواقع 6 بطولات للدوري و4 بطولات في كأس مصر، وهو أول لاعب في تاريخ القلعة الحمراء يتوج بلقب هداف الدوري، وكان ذلك في موسم 1952-1953 حين سجل 13 هدفا. وفي عام 1956، وبعد حادث دراجة بخارية تعرض له رفقة زميله سعد راشد، قرر أحمد مكاوي الاعتزال. وفي العام التالي قرر النادي الأهلي تعيينه مساعدا للمدرب المجري تيتكوش، ثم بعدها توجه إلى العمل الصحفي في دار أخبار اليوم. وتوفي أحمد مكاوي في 5 من شهر أبريل عام 1996، لكنه رحل بجسده فقط، وبقي ذكراه خالدة في قلوب وعقول عشاق القلعة الحمراء.